بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو البحر نوى ومرة واحدة البحر هدا، ايه اللي بيدخل علينا؟ بيدخل علينا المرمار. سمك المرمار بيحب البحر الهادي اللي بيكون حصيرة بعد النوى، بيبقى موجود بكمية كبيرة جدا وبياكل كل انواع الطعوم تقريبا. لو انت حطيت مستيكة في السلاح هيطلع معاك، موجود اعداد كبيرة جدا ويطلع معاك ايه ان شاء الله كمية كبيرة زي ما احنا شايفين كده. اكتر حاجة بتميزها الخطوط الايه اللي على ظهرها دي. طبعا بتتاكل مشوية في الرد حلوة، بتتاكل مقلية ما تقولش لأ. وفي لينكات تحت الفيديو ده اللي حابب يعرف عنها اكتر. صلى على النبي، صلي.